الصراحة أنا اتشرفت من فترة لما كابتن محمود عرض عليا المنصب، وقعدنا قبل كده كذا اجتماع، والنهاردة كان الاجتماع تقريبا شبه النهائي بعد ما حطينا الخطوط النهائية للمبادرات اللي هتقوم بيها أول جمعية، أول مؤسسة لنادي في أفريقيا. يعني قبل كده كان في مبادرات في يوروب، في أوروبا، لكن دي أول مبادرة في أفريقيا. وبصراحة دايما النادي الأهلي سباق في كل جديد واللي يفيد جميع أطياف المجتمع. المؤسسة دي تهدف نمرة واحد واثنين وثلاثة للرياضة وعلاقة الرياضة بكل المجتمع، علاقة الرياضة بالصحة، علاقة الرياضة بالتعليم، علاقة الرياضة بتحسين الأخلاق والارتقاء بالمستوى الثقافي والرياضي لجميع أطياف المجتمع، مش أهلاوي ولا أي حاجة ولا أي نادي آخر. احنا لكل واحد طالب ان احنا نساعده هنساعده. وطبعا في حاجة تانية مهمة جدا، ان احنا لازم بنشارك اعضاء النادي الاهلي في طلباتهم واحتياجاتهم اللي احنا نقدر نساعدهم فيها. بصراحة هي كانت فكرة محترمة وممتازة، واحنا لسه جاري العمل على الشكل النهائي، بس النهاردة حسب تعليمات الكابتن محمود وصلنا لتقريبا الشكل النهائي اللي إن شاء الله هيتعرض على مجلس الأمناء قريباً.